بالنسبة للمركب الرياضي محمد الخامس، كيف ما تعلم الجميع هو تخضع لعملية التأهيل اسوة بالملاعب يعني الوطنية اللي كاينة في الملف ديال الترشيح ديال المغرب سواء الكأس إفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030، على غرار الملاعب ديال طنجة ديال الرباط ديال مراكش ديال أكادير كذلك اللي غادي يخضع حتى هو لعملية التأهيل والملعب ديال فاس. فالمركب الرياضي محمد الخامس هو تيخضع العملية ديال التأهيل. انطلقت الأشغال تقريبا في شهر 11 2023، الأجل المحدد لانتهائها هو شهر مارس 2025، لكن من خلال تتبع لي مسار ديال الأشغال إن شاء الله الرحمن الرحيم تنتهي الأشغال يعني في نهاية السنة الجارية يعني ديسمبر 2024 إن شاء الله الرحمن الرحيم. الأشغال كيف ما في علم الجميع هي أشغال تأهيلية باش يكون كيستجب للمواصفات ديال دفاتر التحملات ديال الكاف بشكل كبير، وكذلك بعض المعايير المطلوبة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. بالنسبة للأشغال كيف ما كيعلم الجميع غادا تهم مجموعة ديال المرافق ديالو، سواء تعلق الأمر بالمدرجات ديال الجمهور، سواء تعلق الأمر يعني بالإنارة ديال الملعب أو بالعشب ديال الملعب، كذلك حلبة الألعاب القوى سيتم التجديد ديالها، فضلا على يعني التهيئة ديال المسبح يعني والقاعة ديال الرياضة، وكذلك المتحف ديال الذاكرة ديال كرة القدم الوطنية اللي غادي يكون في القلب ديال الملعب. كذلك عملية التهيئة غادي تعرف يعني الموقف ديال السيارات يعني في المدخل ديال الملعب، وبناية من 3 طوابق اللي غادي تكون تضمن الولوج الثالث بالنسبة للضيوف الشرف، بالنسبة للصحافة اللي غتكون عندها منطقة واحدة ماشي منطقة مقسمة إلى شطرين كيفما كيعلم الجميع في السابق. كذلك بالنسبة للمستودعات الملابس يعني غادي تحل المشكل ديال العدد ديالها، لأن كتطلب 4 مستودعات ديال الملابس، الشيء اللي ما كانش في المركب يعني الان غادي يكون المركب يعني في عدد كافي ديال المستودعات الملابس سواء المتعلقه بالحكام او بالنسبه للفرق، يعني 4 مستودعات ديال ديال ديال, ديال الملابس. كذلك على المستوى الفضاء الخارجي ديالو الشكل الخارجي ديالو يعني غيتم التهيئه ديالو، غيتم لابياج ديالو بشكل انه يكون منسجم مع المحيط ديالو في الحي اللي كيتواجد به، هو حي اللي هو راقي ديال في المقاطعه ديال المعارف، وبالتالي هذه العمليه دي غادي تعطي رونق وغادي تعطي جماليه. وبالتالي مجموعه ديال الاشغال اللي راها جاريه وحنا كنزوروه بشكل يعني مره في الاسبوع لتتبع هذه الاشغال هذه، وان شاء الله الرحمن الرحيم يعني المركب الرياضي غادي يكون يعني في حله يعني تستجيب للمعايير الدوليه لا ديال الاتحاد الافريقي ولا ديال الاتحاد الدولي، وغادي يكون ان شاء الله في الموعد ديال احتضان المنافسات القاريه. كذلك من ضمن المرافق اللي غادي تزاد له واحد الفضاء ديال الندوات وديال ديال ديال المؤتمرات يعني ديال الشيء اللي ما كانش سابق في المركب، غادي يكون يعني واحد القاعه ديال الندوات يعني وديال الاستقبال. وأظن بأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم أن المركب الرياضي محمد الخامس سيكون يعني جاهز وسيكون في الموعد إن شاء الله الرحمن الرحيم.